عدن من السحرة. حديث ثاني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء. شوف تمشي لك يا فقيه، فقيه الفقه اللي بتلقاهم قاعد لابدين في زقلونه، لابدين ما عارف لك في ربيض وفي السكانيبة وفي غيره وفي غيره، دير الفقه، وبيجاي في بحري وفي المرغنية وغيره، وناس سيدي الحسن دير الفقه بتاعين الحجبات وبتاعين البخرات، اضيعوا الناس وضيعوا العقيدة في البلد دي. ولا بد من كشف التصوف، ولا بد من كشف المجرمين على أوسع نطاق، حتى يعلم الناس شر هؤلاء الكهنة. ديل أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام، والله ديل أعداء الإسلام، أعداء القرآن، أعداء الأنبياء، أعداء الرسل، أعداء دعوة التوحيد. ديل الكهنة ديل، ديل المجرمين ديل، ديل ضيعوا العقائد، ديل الآن الذين ينشرون الشرك باسم الدين في الإذاعات وفي القنوات، والدار بتنشر جريدة الدار. أنت بتكورك مالك، أنت بتكورك مالك، مش أبوك الشيخ قالوا منزل طيارة في الأبيض خليه يرسل لنا طيارة أنتنوف طريحنا تتعلق، بتكورك ليش؟ وما بيقدر وما بيقدر وما بيغشك ما بغشك والله الذي لا إله غيره. هؤلاء كما قال الله عز وجل عنهم، قال: ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أصم لم نخاف، لم نخاف من والله الذي لا إله غيره. شفت يا لمين تفتح 600 بلاغ، ما نخلي الكلام عنك لأنك تنشر الدجل وتنشر الشعوذة. وقال بتنبه بالكورة، يا زي انت ايه بعرفك بالكورة، انت عرفتك شنو الكورة؟ قال انتهينا من الحياه لان قبل على المريخ. وعجبني واحد رياضي ساي رد عليه ورد، قال له انت شوف شوف التكس بتاعك، شوف حنتك وين. قال له في مدرب هنا قال بعد ثاني نسي ثاني، لكن لطالما كنا احياء نتكلم في التصوف ونضرب شيوخ الطرق الصوفيه، ونحذر من اهل التصوف، ونحذر من اخوان المسلمين، ونحذر من جماعه التبليغ، ولا نخشى في الله لو متلم، وانصار السنه ذات ونحذر منها. ليه؟ لانه نشروا الدجل. الاذاعات شغاله في كتاب أزاهير الرياض للشيخ عبد المحمود والدايم، قال رجل طابت وهي ما طابت، رجل خابت كم به من نفوس خابت تعيس مذموم. قال يكتب لمن به حمى. انت لو عندك حمى بتمشي وين؟ مش بتمشي المستوصف، تمشي الحوادث، يا يعني تمشي مستشفى ام درمان، يدوك حقنة يدوك حبوب الحمى تطير. لكن ده قال لك لو عندك حمى يكتب لمن به حمى شقش شقموش نموشلخ ابانو العجل الساعه 2. يا لا اسد شنو ده؟ انت عارف ده شنو؟ دي اسماء بتاع الشياطين، اسماء بتاع الجن، اسماء بتاع يعني مرضى وشياطين يتعامل بها هؤلاء مع اولئك. عشان كده ربنا قال شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ربنا قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. عشان كده يا زول أوعك تمشي لك فقيه تقول له شوف ليه البخت ولا شوف ليه الخيرة. وست الودع ذاتها، ست الودع المجرمة، ست الودع دي مجرمة من المجارمة، وهي شغالة مع أبوك الشيخ وعندها أغنية في الإذاعة تطلبها الأغنية لما تركب البص. والله أنا قدر ما أسافر ألقى في واحد فنان اسمه البيعو، يا أخي ده شفت ما أخل زول ده، أنا ما أعرف زول ده ماله، يغني بس الأغنى الشرك الصلاح رجال كسلة وسيد الحسن في كسلة بعشوائي ست الودع أرمي الودع لا يكشكشي شو فيه ولا كان فيه شيء ما تختشي. ست الودع تمشي لا ما مشرك بالله عز وجل، يعني شنو يعني تمشي مشرك؟ تمشي لست الودع ترمي لك الودع مشرك بالله عز وجل. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. دي العقائد بتاعت الصوفية، دي العقائد اللي بينشروها الليلة أهل التصوف، وما لا بد من حرب هؤلاء هذه العقائد، ولا بد من تبصير الناس بالعقيده والتوحيد وتحذير الناس من السحر، لانه السحر منتشر. البلد دي ملانه فكيه، والله البلد دي ملانه فكيه. تمشي السوق تلقى الواحد فارش له كميه من الحجابات، ده حجاب محبه، وده حجاب سكين، وده حجاب عارف، وده حجاب شغل، وده حجاب ما عارف ايه. مره واحد في السجانه جاء في السجانه هنا شايل حجابات، قلت له الحجاب ده بتاع شنو؟ قال لي الحجاب ده بتاع معاكسات، لو في زول عاكسك تطبلوا كده تاني بما في اي حاجه. قلت له جربوا فوقي طوالي مباشره عشان انا اقدر اشتري واشوفه شغال ولا شغال، جربوا يا كذاب. قال لي لا ده كلام انت ما بتفهمه، وجرى طوالي اجري ليه انت ما كنت شغال اشتغل 200، وده كله من الدجل والشعوذه ولعب على الناس واكلهم على الناس بالباطل. ربنا قال: ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. عشان كده اوعك تمشي لفقيه، اوعك تمشي لساحر. مشيت له وسالته وما صدقته 40 يوم ما عندك صرف،
قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوم تصلي تقعد تقوم ما عندك أي حاجة. ده بس عشان مشيت أبوك الشيخ. أبوي الشيخ والله طبعا أنا دار تخرجت وشوف لي الشغل. ولا تعال بعد يومين جيب لك ديك أحمر وجيب لك 6 سواسي و0. هذول تقاو جيب بياض نص. يجيب له بياض ما جاب نص. يشيل الشيخ يقول له تعال تاني بعد الأسبوع. أي معاينة بين الفقير؟ أي معاينة؟ أنت معناتها فاشل. معناتها فاشل. والفقير ذاته لو جاع. عمل يوم معاينة. ما بيسقط. زي ذكرني بلا الغايب. بلا الغايب ده منتشر في الإعلام برضه بينشروا له. قال طبعا قال البلد دي حارس النحل وحارس الجن. وأيام كأس العالم قال البرازيل بيشيل كأس العالم. والبرازيل حسب الكلام الجاني قال البرازيل طقطقوها 7 ولا 6. وطارت برا المونديال. يا هذول وين بلا الغايب يا كذاب. وربنا داري يكذبوا عشان الناس يعرفوا حقيقة الدجل والشعوذة. لأنه كثير من الناس مصدقين وكثير من الناس يغتروا بهؤلاء. والله واحد رايح له حاجة أبويا الشيخ. عندنا واحد في هناك في منطقتنا في حلتنا هنا استرقت منه 11 مليون. فات لي واحد اسمه الياغوت 11 مليون وبكون شال منه بياض 300. الله أعلم غيره. عارف البياض شاله كم؟ قال له إن شاء الله بتجي. لا جات ال 11 ولا جات ال 300. بقت جملة المسروق 11 مليون و300. والله لأنه ده سرق قلت نايم وده سرق قلت صاحي. أديت له براك ولا مخير ولا في زول شايل لك عكاز ولا شيء. ده 300 ألف ولا 500 ألف. يعني ده دجل. دي الشعوذة. الآن ما من مسجد المسجد 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 المسجد